شاء الله. ايه ده الحلاوه دي؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله. الكلمه عند من؟ واللي يبيع الورد ما حب هالورد، لو يحب الورد ما كان باعه. يا سلام يا سلام. ما عندي احباب، اعطوني الاحباب وخذوا الهدايا. جاني شايل له هدايا، جاني شايل له هدايا، قال هذه لك وهذه لك وهذه لك، وراح ما كلف على نفسه، ما قال اشتقت لك. 15 ثانيه. السلام عليكم. السلام. صلوا على محمد. انا اعتذر منك يا فهد، انت وعمر، يعني ما الله في الالم اللي صار برجلي، فقره عايض القرني، شيخ عايض القرني، اضطريت اني اطلع شوي بس عشان رجلي تجي. لا والله كان ودي ادخل التجيل بس ايه، ابشر بالعوض يا خال، ابشر يا حبيبي. هذا واحد، ما لحقنا فيك شك يا حبيبي. الشيء الثاني، هذه الهدايا في طبعا جايه من جمهور شخص معين بيننا، وفي شيء او الهديه الثانيه مني انا شخصيا لهالشخص ذا، يستاهل والله. اخونا فهد الشهري، حيا الله. تعال يا فهد، تعال تعال. خالتي ما عبد الله، استاهل الطيب. اول شيء نوجه رساله، نحيي فريق دعمه ووالدته وخالته على قولته، الله يوفقهم ان شاء الله. وهذا عندي كلمه بعد، تفضل حبيبي. بعد ما خلص انا بعد احب اشكر اخوي فهد على الهديه اللي جتها قبل اسبوعين، اللي ما في وقت كان يطلعها على حبيبي. الله يعطيك العافيه ابو سم. اقرا على الهواء. طيب لا تقول ما خبرتكم بس. كل كلمات شكر والثناء لك على كل ما انجزته خلال 30 يوم. لا 30 يوم لا توفيق حقك، اتمنى لك مزيدا من التقدم والنجاح، استمر، حنا معك، فريق دعمك، والدتك. الله يخليها. بامانه والده تفهد يوم تكلمنا معها خلال 24 ساعه اللي اعطونا اياها الاداره، والله انها كلها تدعي لكم طول الوقت، والله انها تدعي لكم وتدعي لكم بالصلاح، وتقول انكم تمثلون انفسكم برسالتكم الجميله، وانها تقول انا الحين عند فهد على قولتهم 26 اخ او 25 اخ. عندك شيء عبد المجيد؟ اي عندي. تفضل. بهالمناسبه يا جماعه الخير، بما اني اكرمني الله وصرت سفير الوقت، انا واخوي ابراهيم النجاشي، انا اعلن سهم لأم فهد. ما شاء الله. هذا سهم من أخونا عبد المجيد الوالدة فهد. الله يوفقك يا فهد وتستاهل. خذ كلمة فهد. أولا أشكر فريق دعمي وأشكر الوالدة اللي والله لو أشكرها من اليوم لين أموت ما فيها ربع حقها. هي اللي وقفت معي، هي اللي تعبت، هي اللي ربت، هي اللي سوت كل شيء في حياتي. فكلمة شكرا أنا مستحي أقولها لأنها ما توفيها ربع حقها. فهي الداعم الأول والأساسي لفهد الشهري، واشهد الله يا الهدية هذه أنها رجعت لي الأمل وعطتني طاقة إيجابية ما تصورونها. أي والله تستاهلون الطيب. وبالنسبة معليش تروني أنا ملخم والله، قاعد أضيع حاجات كثيرة. وبالنسبة لك يا عبد المجيد، أنت وأخوي إبراهيم شكرا لكم، وهذه والله أنها أعظم هدية ممكن أن أقدمها للوالد. هذه الكيكة مقدمة من سلطان حبيبنا، كاتب فيها اقرأ مبدع فهد. الله سلطان. سهل والله فهد. كلمة سلطان فهد. سلطان ما اقدر اتكلم في حقه الامان. سلطان لو تكلم اتوقع من اليوم لين نفس فكرة عطى سهم استهل. فسلطان الأمانة هو الأب الروحي لنا هنا، والداعم الأول والأساسي. والأمانة أول ما جيت البرنامج نفسيتي كانت تعبانة، والجميع ممكن لاحظ على الشيء هذا. طلعتي من الجنوب بعدي عن أهلي، قلب الموازين لي، فسلطان كان بجنبي وكان يعطيني جرعات إيجابية ما هي طبيعية. استاهل استاهل يا حبيبي. بعد سؤال مواصل، نفسيتكم انها تعبت وديتها المستشفى ولا الحين تعبانه؟ الله يعطيكم العافيه. وايضا وجه الشكر للاستاذ عمر بن هذا. ليه؟ يا استاذ عمر 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 يقول نفسيته تعبانه يا بس عدني انا باقي عوال. لا باقي عوال، لا خذ راحتك حبيبي.
وتحية بسيطة أو تحية بسيطة شوينا مضيع لي تحية كبيرة الخالة فهد محور الله يوفقها ما قصرت كمان معنا في هالتقدير استاهل كل شيء فهد ويستاهل أبد أنت خالد طيب ألف شكر لها خلينا نطلب كثر الله خيرها باقي شيء وأنتوا تستاهلون أكثر إيش هذا اطلحوا انطحوا تستاهل والله يا فهد والله تستاهل نوقف كذا جلسات كذا ولا خلي يدور يلا اطلع لي فك لهم خلي بفك انا بكفيك انا بكفيك تستاهل الطيب تستاهل الطيب يا حبيبي يا حبيبي ارسل لك الواتساب قصير نقول يا ابو نعم يا هوي طيب احرق عليه كل شيء كذا كذا عصم عاد اسجل اللي تبي انت لو تحت عنك مره انا بلف عنك انا بلف كم تدفع لا عنك مره انت محتفظ به الله يحفظك فهد بالله كل يوم دش تكفى ما دام كذا انا خليني اشوف السكينه يا ابو تحت حسين شيء اختار ترى هو قريبه من قلبك ايش عندك يا ولد والله كاني شبح بيشة والله اي بالله العبوا ولا سرينا لا عاد جيبها خلاص موجودة هذه جبلة صح؟ طب ايش اخذ لف ورجعك؟ اه ابن عامي انت ترجع صح؟ يا بغزي واحدة عشان خاطر عشان خاطر بسيط شيء بسيط تستاهل يا فهد مبروك والله والف الف الف مبروك نجاح العمل واحدة ان شاء الله من عمل الى عمل الى عمل الى عمل صالح وعقبالكم ان شاء الله سلطان العنزي تعال اشهد الله اني مسرور يا حبيبي والله وانت تعرف اني بقلبي لك يا حبيبي ما يحتاج والله يا ابو اتحداكم ذا وش اسمه تعرف اللي بقلبي ولا ما تعرف قسم بالله يا ذا يا هو مربوط بنيه ما يحتاج والله يا ابو فراج ها ملفوف رقاق هو ملفوف صدق والله يسمونه منتو هذا مسخن يسمونه منتو كذاب عطى خافض حراره كذاب يعني اني منتو ما هو منتو انا اني يعني منتو هذه جايه من فريق دعمي سلطان له ساعه ينادي فيكم تاخرت وفراحت عليه تعال تعال يا وليد وليد انا ما اشوفه والله ترى انا انتم تشتري احسن هذا ايش اسمه والله يا فريق الدعم حقي في حقه فريق دعم بالعالم يا حبيبي والله خالك اسمه منتو كذاب ليه ليه انا انني منتو هو هو منتو عمل جميل طول عمرك والله صدق اسمه منتو كذاب يا وليد ما تفقد غالي يا ابو هذاج عليك والله تسلم والله اني اراهنك خير ان شاء الله هذا حلا هذا شيء طيب برميه هذا عيا شيلوا الطرطة عطش عليه ولي هذا حبق يا رجال هذا مسخن هذا حبق إيه مسخن هذا الله طيب ليه ما وديت المستشفى مع طبعا هذا اللي في ولا جيب له خافض حرارة يا رجال أخلص أبو مشعل هذا طبعا حبق اللي تحت عارف إن عندنا عجز في الأمور هذه هنا قل والله العظيم إيه والله حبق بيض الله وجهك حطه تحت سريري أنا أحتاج هذا وش هذا لا ما أكله والله هذه من عنده خالتي أم حور هذا اللي عندك يا سلطان اسمه ود نبي نجي يبينا نجينا وعبد الله وش كله والله هذا وش اسمه ذا هذا حق زهره يا ريان يا ابو زهره يا ابو زهره يا ابو زهره الله يجزاك حلا اخي والله انك حلا يا اخي حلا ما تجي بس تحاول ما اقدر والله هذا 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 ابن عمه هذا ابن عمه مسخن كيف علم طيب سلطان 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 هذه القهوه اللي طلبتها في السناب والله اي والله والله كيف تفهم اي والله والله نهايه تكفي ويكفيني شرفا ايضا ان جتني هدايا من الوالده ومن خالتي برضه اي والله ويكفيني شرفا انا لا محور ويكفيني شرفا انا انك بتسوي لي شاي تصب لي شاي حبك هذا قهوه شقر تنشرب تنزرب تسمحني افكها يا فهد ايش هي الله لا افتحها لا لا خلني افتحها في عمر اي فوتك القهوه خلنا نفتحها يا ماما بالله لا تفوتك يا عمر في ذمتك افتح قسما بالله شيء جميل بعد صب لنا قهوه فاتن محور ارسلت لي هديه الحين فيهم حور وخاله نبيله في حق جديدين الحين يا ولد ام عبد الله الحين ما شاء الله كلهم كريمات الله يعطيهم العافيه كم عدد خالاتك يا عيال هذه لا تفوتكم اقسم بالله كم عدد خالاتك عطني منها ما شاء الله يا العطر واضح انه فنان درسني انا اول واحد بيستخدمه
انا احس اني بحط سريري كمان. اقول لك جعل فداك بس استخدمه ذا كلاش والله ما يجيني. بالله دور بعمر عمر ذاق وذاق والله يا فهد الله تبارك الله الطبق هذا جسمه فلله فلله اوه لا لا اسمها لا يكون مسخر حرام الحين بعد اذن فهد الشهري لا ماك داعي والله لا لا يا رجال حديث الرجال الجيب واحد الهدايا واحده لا يا اخوي تعال معاون هو هريك عن طيبك يا اخوي بعض الناس ما ماصي ودي مشمت والله خطير كني في صدري الحين عطنا رايك بالقهوه ابشر بالسعد راسك السعد حلوه يا فهد شوف العطر في جيبي اي وقت تحتاج اكلمك رجع في الصندوق لا بد في جهه على خشمي على خشمي جعله مع العافيه يا رجال عافيك هي اللي خاطرك فيها الله تبيض مع العافيه الله اكبر الله اكبر من يدي ما انت براد متى رمي الجمرات ايوه ها معلش هذه سماد ولا لا انت تقول الله اكبر هذه سماد الله سماد ولا ارجل حلو بس ذاك هذا وش هي يا العمر هذا والله انه الظاهر انه ما ادري وش كايند اوف عد الجلسات كنا نحتاج فهمته وش قول؟ عد الجلسات كايند اوف سويت بالله ما فهمته قال قدمت قال قدمت الهدية ذي ولا الشيء اللي جابك اللي جالك يا فهد يزهابك يشهد الله يا حبيبي والله مرحبا والله بصديقة ايش قاعد تقول؟ جاري يزهاب كل شيء يجي لفهد الشهري يزهاب فهد ما هو فهد اللي يزهابه عندك اعتراض؟ تكلم كنا الرجال عنده اعتراض يا ولد تفاهم معك الله يحرجني الزهراني تفاهم مع الرجال انا صادق يشهد الله علي شهادة حق اني انبسطت لكم انكم دشنتوا شيلتكم امام أيوة قامة الله. وصرح عظيم بس اللعب هذا كيف في العالم العربي وش تحمس تحمست اليوم والله مع ان عندي اصابة تحمس دائما انت متى ما بغيت اصابه اصابه متى ما بغيت ما اصابه لا والله الرباط انه مأثر علي يا حبيبي والرباط لا 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 الرباط يوم سمع الشله يا ابو الشله الرباط القديم الرباط يوم سمع الشله انفك بالله الرباط هو اللي وين هو اللي في المغرب اللي في المغرب الرباط في المغرب ولعش طيب انا مشيت مع الشعار العصريه صرت سام زيهم عندهم يا ولد لا اله الا الله اسمع اليوم بسالكم سؤال يا الربع لو صرت مثالي دايم وكلامك نرجسي وسكيوبات بطفش منك يا صح